السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمل اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني من الشابتر الأول في هذا التسجيل. حنستكمل إن شاء الله في المقدمة للبروبابيليتي. أخذنا في المحاضرة السابقة الست ثيوري أو نظرية المجموعات وبعض العمليات على المجموعات كاليونيون والإنترسكشن والكومبليمنت، عدة عمليات، وتعرفنا إيش هم وأخذنا الفين دايجرام وكيف نستخدمه في حل اليونيون والإنترسكشن وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله حنشوف شو فائدة العمليات أو الست ثيوري في الراندم وفي البروبابيليتي، وحنبدأ إن شاء الله في تعريف الراندم إكسبيرمنت. الراندم إكسبيرمنت زي ما حكينا في المقدمة أو ايش الراندم، او حكينا احنا في البدايه انه الفينومينيا حوالينا او الظواهر حوالينا بتنقسم الى جزئين، ديترمينستيك ونون ديترمينستيك. ديترمينستيك قلنا الظواهر معروفه محسوبه لها نظام رياضي معين، نقدر نتوقع اي نتيجه اذا احنا بدنا اياها. لكن الراندم اكسبيرمنت هي ظواهر تبدو لنا عشوائيه لكن لها نظام يحكمها، وهذا اللي احنا بنحاول نعمله في البروبابيليتي او الاستاتستيك بحيث انه نقدر نتوقع النتيجه. عشان هيك احنا بنقول الراندم اكسبيرمنتس هي عمليه او ظاهره حوالينا النتيجه تاعتها وي كانت بريدكت وذ سيرتينيتي، ما بنقدر نتوقعها بسيرتينيتي او بالتاكيد نقول والله 100% حيصير هيك، لا هذا ما بنقدر نعمله في الظواهر الراندم. تمام، على سبيل المثال حكينا مثلا نرمي كوين او نرمي حجر نار. تمام، فاحنا حكينا مثلا على سبيل الكوين احنا عشان نعرف على اي وين حيسقط هذا الحجر لازم نعرف وزنه وقديش قوة الدفع وقديش طلع في الهواء وهل في ريح ما في ريح، هل الوجهين متطابقين من ناحية وزن اندنتيكال 100% ولا لا. كثير عوامل لازم نحسبها عشان نعرف لما احنا نرمي الكوين هذه حيجي على الهيد ولا حيجي على التيل. تمام، عشان هيك احنا بنقول هذه بالنسبه لنا الظاهره عشوائيه، احنا ما بنقدر نعرف ايش النتيجه تاعتها، لكن في بعض الامور بنقدر نحكم الراندوم اكسبيرمنت هذه زي ما هنشوف اليوم. لو احنا هنا على سبيل المثال رمينا حجر النار، لو رمينا حجر النار 3 مرات، هل انا مثلا حجر النار احنا بنعرف زي ما شرحنا المره اللي فاتت انه ممكن يكون له وجه في 1 2 3 4 6 اوجه له. طب انا لو رميته 3 مرات ورا بعض معناته انه في اول مره حشوف وجه، في ثاني مره حشوف وجه مختلف، في ثالث مره حشوف وجه مختلف. ممكن اول مره اشوف رقم 1، ثاني مره 5، ثالث مره 6، ممكن أشوف أول مرة 6، ثاني مرة 5، ثالث مرة 2 وهكذا. تمام، نفس الحاجة للكوين، هل حيكون هيد ولا تيل، هذا أيضا كراندم اكسبيرمنت. أيضا جبنا مثال أنه لو أنا أرسلت إشارة تمام كوايرلس سيستم من خلال قناة وايرلس شانل، تمام ايش الاشاره اللي حتصلني على الريسيفر؟ قلنا احنا المره اللي فاتت انه في نويز بنضاف على هذه الاشاره وهذه بتاثر في الاشاره. ممكن اذا انت واحد باعت مثلا اشاره صفر تصلك واحد، او اذا انت باعت واحد تصل صفر وما الى ذلك. كل هذه بنسميها احنا راندوم اكسبيرمنت لانه في عندي راندوم حاجات راندوم انا مش عارفها او الاكسبيرينس تاعتنا فيها ليميتد بتاثر على النتيجه النهائيه، عشان هيك ما بنقدر احنا نتوقع النتيجه وذ سيرتينيتي. تمام؟ هذا الراندوم اكسبيرمنت. طيب احنا ايضا بنعرف الاوتكم، هو النتيجات او النتائج المحتمله للراندوم اكسبيرمنت. يعني اذا انا برمي حجر نار تمام، اذا الهيد او التيل اوتكم احدى النتائج المتوقعه. لو انا بدي ارمي حجر نار الواحد نتيجه اوتكم متوقع، الاثنين اوتكم متوقع، الثلاثه اوتكم متوقع، الاربعه اوتكم متوقع، الخمسه اوتكم متوقع، السته اوتكم وهكذا. طيب لو انا بدي ارمي حجر نار 3 مرات، 3 مرات ممكن انا اشوف اول مره 2 مثلا زي ما احنا شايفين هون، ثاني مره 3، ثالث مره 6، هذا اوتكم، هذا كله ككتله واحده اوتكم. ليش؟ لانه عندي الاكسبيرمنت انا برمي 3 مرات. تمام؟ فانا الامور متعلقه ببعضها البعض.
انا الاكسبيرمنت برمي 3 مرات، معناته عندي اوتكم، الاوتكم حيكون عندي 3 عناصر. في اول واحد هنا رول اداي، انا برمي مره واحده، معناته النتيجه حتكون بس واحده. طيب ناخذ ايضا تعريف جديد للايفنت. الايفنت هو عباره عن مجموعه من الاوتكمز، ممكن يكون هو عنصر واحد من الكمز من الاوتكمز او عده عناصر من الاوتكمز. حنشوف امثله عليه. لو احنا رمينا كوين وبزيرف، هل هو هيد ولا تيل؟ هنا ايش الاوبزرفيشن تبعي؟ انا بدي اشوف اللي الناتج بعد عمليه رمي الكوين هذا، هل هي هيد ولا هي تيل؟ تمام، هذه الاوبزرفيشن. انا ايش الاوتكمز عندي؟ يا هيد يا تيل. تمام، والسامبل سبيس او اللي احنا بنسميه ايضا يونيفرسال سيت اللي بنرمز له بالاس، شرحناه المحاضره اللي فاتت، يمكن كان اغلب شرحنا انه يونيفرسال سيت، ايضا يستخدم السامبل سبيس او بالعربي فضاء العينه. تمام، هو هيد او تيل اللي هو زي ما احنا شايفين في الصوره هذه، اعتقد كمان هذه نوهنا لها المحاضره السابقه. طيب لو انا بدي ارمي الكوين هذا نفسه 3 مرات والاوبزرفيشن ذا سيكونس اوف هيد اند تيلز، هيد او تيلز سوري عن فيه. طيب بما انه انا برمي 3 مرات، فانه السامبل سبيس قلنا ايش سامبل؟ كل الاوتكمز المحتملين. ايش ممكن عندي؟ ممكن يجيني هيد اول مره وثاني مره هيد وثالث مره هيد، او اول مره هيد وثاني مره هيد والثالث مره تيل، او اول مره هيد ثاني مره تيل ثالث مره هيد، او اول مره هيد ثاني مره تيل ثالث مره تيل، وما الى ذلك. في عندي 8 احتمالات ل او 8 اوتكمز محتملين لهذه الراندوم اكسبيرمنت. ايش الاوبزرفيشن؟ هل مهم ايش الاوبزرفيشن انا بطلع عليها؟ اشوف ايش تسلسلهم، اول مره ثاني مره ثالث مره ايش بيطلع عندي. تمام، وهذول هم بوسيبل اوتكمز زي ما حكينا، هذول الثمانيه اول اوف ذا بوسيبل اوتكمز، واحده منهم اكيد حتكون هي الناتج تبع الراندوم اكسبيرمنت. طيب لنفس الراندوم اكسبيرمنت انا بدي اضربها 3 مرات، لنفس الراندوم ايش تغير عندي هنا؟ الاوبزرفيشن صار عندي تو هاف تو اور مور هيتس، الايفنت تغير، صار عندي الاوبزرفيشن جديده، ايفنت جديده. انا بطلت اشوف ايش التسلسل تبعهم هيد 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 او هيد هيد تيل او ما الى، لا انا بدي اكم هيد طلع عندي، اكم راس طلع عندي. تمام، فاحنا ممكن مثلا خلينا نشوف هاي كل المحتملين، اكم هيد هون 3، طيب هنا 2 هنا 2 هنا 1 هنا 2 هنا 1 هنا 1 هنا 0، يعني اللي هم زي ما احنا شايفين هون هذول يكون عندي وانا ايش انا بحكي؟ انا بدي 2 او اكثر، هاي 2 او اكثر هيد، يعني حيكون يا عندي 2 او 3 هيد زي ما احنا شايفين، هذا ايضا بوسيبل ايفنت. طيب ناخذ كمان راندوم اكسبيرمنت، بقول لك ان احنا بدنا نضرب كوين 3 مرات وبدنا نشوف النتس، ايضا هذه اوبزرفيشن او ايفنت جديده، قلنا اول مره نشوف تتبعهم، ثاني مره ايش بدي اشوف؟ بدي اشوف عدد الهيتس، ثالث مره لا بدي اشوف سوري بدي اشوف انه يكون عندي 2 هيد او اكثر، ثالث مره بدي اشوف كم هيد عندي. تمام، فاحنا لو رجعنا هان كم هيد عندي؟ 3، هان كم هيد؟ 2، هان 2، هان 1، 2، 1، 1، 0. احنا للسامبل سبيس او اليونيفرسال سيت عندي يا 0 ما في كلهم تيل، او 1 هيد او 2 هيد او 3 هيد زي ما احنا شايفين هون. طيب كمان راندوم اكسبيرمنت رول اداي اللي هو الحجر النرد، هذه هي راندوم اكسبيرمنت. ايش الفضاء العينه او السامبل سبيس؟ يا حيطلع عندي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 و6، هنا الاوبزرفيشن بس مره واحده انا رميت، عشان هيك طلع عندي 1 2 3 4 5 6. طيب هذا كل فضاء. طب انا لو قلت لك بدي البوسيبل ايفنت الحدث او الاوبزرفيشن، لا انا بدي اشوف انه الوجه اللي بيطلع يكون عندي ايفن. تمام، هذا الايفنت اللي عندي ايش حيكون؟ عن الايفنت هذا حيعطي 6. تمام، الست هذه هي عباره عن زي ما حكينا في التعريف، هي
فيها outcome أو عدة outcomes. طيب يكون even، even عندي الاثنين even والأربعة والست. إذا الإيفنت هذا بنمثله بمجموعة فيها اثنين وأربعة وست. طيب لو نفس الدايهيدرمينات ثلاث مرات، تمام؟ إيش الفضاء العينة عندي؟ هنشوف الثلاث أوجه له. هيكون عندي ممكن يطلع عندي أول مرة واحد، ثاني مرة واحد، ثالث مرة واحد، أول مرة واحد، ثاني مرة واحد، ثاني مرة اثنين، وهكذا إلى حد كل الاحتمالات الأوتكمز تطلع عندي ستة أس ثلاثة إليمنتس. ستة عدد الأوتكمز للمرة الواحدة، أس ثلاثة عدد المرات الإكسبرمنت اللي أنا عملتها ثلاثة، وكل واحد في هدول أوتكم، هذا كله كتلة واحدة أوتكم. ليش أنا حكينا هذا الكلام؟ ليش؟ لأن أنا بضرب ثلاث مرات، فمعناته أنا لازم أوتكم. طيب possible event لهذا الراندوم اكسبيرمنت، انا بقول لك اور ار ايكوال، انا الثلاث اوجه اشوفهم متساويين، وهذه لازم يكون عندي الثلاثه واحد 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 او اثنين 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 او ثلاثه وما الى ذلك، هذا ايضا event جديد، تمام؟ اذا احنا عندنا الان راندوم اكسبيرمنت هي التجربه، عندي السامبل سبيس او اليونيفرسيتي هي في كل الاوتكمز، الاوتكم هي احدى النتائج المتوقعه للراندوم اكسبيرمنت، في عندي الايفنت اللي هو بيكون له شرط معين، ايش الاوبزرفيشن اللي انا بدي اشوفه او بدي الاحظه. طيب في عندنا اكزومس للبروبابيليتي. اول حاجه احنا الان قلنا انا حيطلع عندي هيد او تيل، طيب بعدين ايش بتعمل فيه يعني؟ ايوه انا الان بدي اقيس، بدي حاجة أقيس فيها هذه الاحتمالية، يعني هل هو حيطلع عندي هيد ولا تيل؟ طب إيش احتمال يطلع عندي هيد؟ إيش احتمال يطلع عندي تيل؟ بدي رقم، بدي ريال نمبر، تمام؟ وهنا البروبابيليتي كميجر، إحنا بنقيس حصول الإيفنت أو حصول الأوتكم إله قيمة ريال نمبر، هذا اللي بنسميه إحنا البروبابيليتي. This is how we measure probability، إحنا بنحوله لرقم. طيب نأخذ مثال حجر الناد، أنا حجر الناد لو رميته مرة حيطلع معي هيد او تيل، طيب ثاني مره حيطلع معي هيد او تيل، طب ايش احتماليه هيد ايش احتماليه تيل؟ احنا ممكن هيك ببساطه تقول والله تيل 50% هيد 50%، طب هذا كيف او ايش عرفنا انه 50 50؟ طبعا اذا هو حجر الناد ايدنتيكال، الوجه الاول مطابق للثاني من ناحيه الوزن وما الى ذلك، وانا رميته مليون مره، تمام، مليون مره، هيطلع عندي تقريبا 500,000، هيطلع عندي هيد 500,000 تيل، تمام؟ عشان هيك احنا نقول انه probability يطلع عندي هيد 50%، probability يطلع عندي تيل 50%، واحنا اكثر بنرمز مش 50%، نقول لا نص probability of head نص probability of tail، 50% او نص تقريبا نفس الاكسبريشن نفس الحاجه، بس احنا عاده بنرمز انه probability نص ونص واحد وما الى ذلك. طيب اي حدث اي ايفنت بيصير عندنا البروبابيلتي له لازم تكون اكبر او تساوي صفر، زي ما انا حكيت، انا ممكن اسالك والله ايش رايك بكره الدنيا حتشتي ولا تقول لي لا بكره مستحيل، طب اقول لك ايش نسبه توقعك انه بكره تشتي؟ تقول لا 0% مش حتشتي، تمام؟ فاحنا بقول دائما هذه من مسلمات probability انه انا البروبابيلتي لاي ايفنت اكبر او تساوي صفر، اذا كانت صفر معناته هي هذا حدث مستحيل الحدوث، تمام تمام. طيب probability of the sample space S اللي هي universal set هذه اللي فيها كل الاوتكم المتوقعين بيساوي واحد. ليش بيساوي واحد؟ هل قلت لو احنا قلنا حجر النرد هو المثال عندنا، تمام، فانا قلت لك انت هتضرب ايش احتمال انه يطلع هيد او تيل، انا ضربته وانا بقول لك ايش احتمال انت حد كل 100% حيطلع واحد منهم يا هيد يا تيل، ما في احتمال ثالث ولا رابع، هم هالاحتمالين بس، فانا بقول لك ايش احتمال يطلع هيد او تيل، فانت حتقول لي لا 100% يا هيد يا تيل مستحيل يطلع حاجه ثالثه. طيب حجر النرد مثلا في له زي ما حكيت انا ست اوجه، تمام، انا قلت لك ايش احتمال انه لما انت تضرب حجر النرد يجي عندك واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، أقول لا 100% حيطلع معي واحد من الستة، بس مش حيطلع سبعة، مستحيل. ليش؟ لأنه السامبل سبيس أو اليونيفرسال ست عندي تحتوي فقط على الست عناصر هدول، فاحتمالية حدوث أي عنصر من الستة
احتمال انه لازم يحدث واحد منهم، فعشان هيك بنقول البروبابيلتي اوف اس بتساوي واحد، خلاص 100% واحد من هذول لازم يصير، هذا معناه اجزم اثنين. تو طيب فور اني كاونتبل كوليكشنز، اذا عندك انت عده سيتس A1 A2 A3 وهدول ديس جوينت، ذكرين ايش حكينا بديس جوينت؟ الديس جوينت هم الايفنتس اللي ما في بينهم تقاطع، يعني A1 تقاطع A2 بيساوي فاي، A1 تقاطع A3 فاي وما الى ذلك. هون نقدر نقول البروبابيليتي حدوث او اتحاد A1 مع A2 الى ما لا نهايه هو عباره عن probability الجمع ل A1 زائد probability ل A2 زائد probability ل A3 وما الى ذلك. طيب حناخذ تفصيل اكثر. اذا كان عندي theorems ناتجه عن المسلمات اللي حكيناها قبل شويه، اذا كان عندي two mutually exclusive، نذكر ايش يعني mutually exclusive؟ يعني disjoint، يعني ما في بينهم تقاطع، فانه probability A1 اتحاد A2، A1 عندي event معين تمام، اتحاد event ثاني تمام، والتقاطع تبعهم صفر عشان هم mutually exclusive. البروبابيليتي للاتحاد بيساوي probability حدوث الحدث الأول زائد probability حدوث الحدث الثاني. طيب إذا كان عندي أيضا set A هي عبارة عن اتحاد عدة مجموعات، وايضا التقاطع بين هذه المجموعات فاي، يعني هم كلهم mutually exclusive، فانه البروبابيليتي تحت الاي هذه المجموعه هي عباره عن السميشن لكل البروبابيليتيز لكل هذه المجموعات. وهنا دائما بذكر انه هذه disjoint او mutually exclusive، ما تنسوها. اذا كانوا في بينهم تقاطع في عندنا قانون ثاني حناخذه كمان شويه هو اللي بحل هذا الكويستشن او بجاوب على هذا السؤال. طيب ماشي. The probability of an event، كان عندي event معين في outcomes S1 S2 وما الى ذلك، احنا ال probability لهذا ال event بيساوي ال probability لل outcomes اللي فيه، وهذه ايضا هناخذ عليهم كمان شويه عده اسئله. طيب نفترض انا عندي اكسبيرمنت، وهذه الاكسبيرمنت الاوتكمز هذه اس معناته ايش؟ سامبل سبيس يونيفرسال سيت، فيها كل شيء تمام، فيها كل الاوتكمز المحتملين، وعندي الاوتكمز اس 1 اس 2 اس، خلينا نقول حجر النار، يعني 1 2 3 الى 6 تمام، وهدول ايكوالي لايك. ايش يعني ايكوالي؟ يعني احتماليه حدوث اي واحد فيهم مساويه للاخرين. ليش؟ لانه حجر النار identical المطابق، لما انا اضربه في الهواء فهو احتمال انه يجي واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته متساوي، فالبروبابيلتي لاي لحدوث اي واحد فيهم ايش بيساوي؟ واحد على ان، وان عدد الاليمنتس في الست هذه. فاحنا لو بنحكي حجر النار في عندي سته، فاحنا زي ما احنا شايفين تحت هون البروبابيلتي سدس لاي ايفنت. طيب نيجان هو نفس المثال اللي انا حكيته، عندك رول افير داي فير، يعني زي ما قلت انا ايدنتيكال تمام، والاوتكمز حيكون ايكوالي لايك، فالبروبابيلتي تبع اي واحد في السته متساوي ديسجوينت. طيب البروبابيلتي، اذا البروبابيلتي الاس هنا حتساوي زي ما حكينا قبل شويه في القانون، هي عباره عن البروبابيلتي لكل عنصر، هي بروبابيلتي probability للواحد زائد مرة اثنين زائد إلى ستة. طيب مش متساويين معناه فيهم، بما أنه probability الأس هذه إحدى مسلمات الاحتمالات واحد، فمعناته أنه لكل واحد سدوس، هذه كأني أنا إيش بشتق الثيوريم اللي هون. طيب نأخذ مثال، في عندي أنا وعاء تمام، هذا الوعاء موجود فيه 10 كرات، العشر هذولا identical متطابقين، لكن كل كرة عليها رقم، والأرقام هذه من 0 إلى 9، يعني في كرة عليها 0، الثانية 1، الثالثة 2، وما إلى لما نصل الكرة العاشرة عليها رقم 9. عندي random experiment تمام، involves selecting a ball from the urn and noting the number of the ball. طيب الراندوم experiment أنا هحط إيدي في هذا الوعاء وأطلع منه كرة، اختار كره هيك بشكل عشوائي واطلع هذه الكره تمام،
Find the probability of the following events. أول حاجة هيك سؤال على السريع، إيش الـ probability تبعت أي outcome؟ إيش الـ outcomes الـ possible هنا؟ يا حيطلع معي كور عليها صفر، يا كور عليها واحد، يا كور عليها اثنين، إلى آخر كور عليها تسعة. تمام، عندي كم element في الأس هنا؟ أس هنا في عندي 10 elements، يعني الـ probability تبع أي element فيهم 10. احتمالية حدوث الصفر، عشر الواحد، عشر الاثنين، عشر وما إلى ذلك. طيب عند الحدث الأول، الإيفنت الأول A، بقول number of ball selected is odd، يعني أنا لما أختار كرة حيطلع الرقم، الرقم هذا حيكون رقم فردي. تمام، إيش الأرقام الفردية اللي موجودة من صفر إلى تسعة؟ واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، يعني أنا حختار كرة عليها يا واحد يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة، هذا الإيفنت تبعي. تمام، فايش البروبابيليتي تبع حدوث هذا الايفنت؟ زي ما حكينا لقيت البروبابيليتي تبع الايفنت A بيساوي البروبابيليتي تبع حدوث الواحد زائد الثلاثة زائد الخمسة زائد السبعة زائد التسعة، وبيساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ضرب واحد على عشرة، إذا خمسة على عشرة. تمام، الايفنت الثاني number of balls selected is multiple of 3. مالتيبل اوف 3 يعني عندي الثلاثة والستة والتسعة. طيب ايش البروبابيليتي تبع حدوث هذا الايفنت؟ نفس الحاجة بنقول هو البروبابيليتي الثلاثة زائد الستة زائد التسعة يساوي ثلاثة على عشرة. طيب نختار كرة والعدد اللي يطلع أقل من خمسة. أقل من خمسة يعني يا حيطلع عند صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة. وايش البروبابيليتي تاعته؟ زي ما حكينا هي البروبابيليتي تبعت الصفر زائد الواحد زائد الاثنين زائد الثلاثة زائد الأربعة، تطلع عندي خمسة على عشرة. وهنا حاجة مهمة لازم نذكر فيها، دول disjoint event. ليش؟ لأنه أنا لما أخذ أول مرة ملوش علاقة، في ثاني مرة ملوش علاقة، في ثالث مرة، أو لما أخذ الكرة اللي عليها صفر ما لهاش علاقة في الكرة اللي عليها واحد، ما لهاش علاقة في الكرة اللي عليها اثنين وما إلى ذلك. طيب using الاكزيمات بدنا نشتق ايش البروبابيليتي تبعت الاي كومبليت. نذكر في فين دايجرام، فين دايجرام حكينا احنا عندنا بكون هذا السامبل سبيس اللي فيه كل شيء، تمام، وفي عندي مجموعه جزئيه منه اي. تمام، ايش الاي كومبليمنت؟ قلنا اي كومبليمنت هو كل العناصر اللي في اس وغير موجوده في اي، اللي هو بيصير المنطقه المظلله باللون الازرق. تمام، طب ايش البروبابيليتي تاعت الاي كومبليمنت؟ هن انا بدي اذكر اي اتحاد اي كومبليمنت ايش بعطيني؟ اس، صح ولا لا؟ اي اتحاد اي سي مع بعض الاتحاد بديني الاس كلها. معنات هذا الكلام انه بروبابيليتي حدوث الاي، وتمام في كمان شغله الاي والاي سي مالهم؟ الاي كومبليمنت سوري هذول ديسجوينت ما في بينهم تقاطع. تمام، البروبابيليتي تبع الاول زائد الثاني بروبابيليتي الاس. طيب بروبابيليتي الاس بنعرف احنا بواحد، تمام، هذه من احد نظريات ايضا او مسلمات البروبابيليتي. البروبابيليتي للاس ايش؟ الاس اللي هو سامبل سبيس بيساوي واحد. بما انهم ديس جوينت معناته بنكتبهم بروبابيليتي اي زائد بروبابيليتي اي كومبلمنت يساوي واحد، معناته انه البروبابيليتي الاي كومبلمنت بيساوي واحد ناقص بروبابيليتي للاي. تمام، طيب ايش البروبابيليتي مجموعه فاضيه؟ انا في عندي راندوم اكسبيرمنت وما يطلع ليش ولا حاجه، صفر، هذا ما في البروبابيليتي له صفر، مش ممكن يصير هذا الحدث. طيب ليش بنقول بيساوي صفر؟ ليش؟ لانه الفاي هو عباره عن كومبلمنت الاس، مش الاس هو كل شيء، الكومبلمنت كانه فاي، فواحد ناقص الواحد بيساوي صفر. طيب ليش probability؟ بدنا نثبت انه probability لاي event لازم يكون اصغر او يساوي واحد. probability للاي بتساوي واحد زي ما حكينا probability للكومبلمنت قبل شوي لسه هذه حكينا، وهذه اكيد باي الاكزيموس تاعت probability اكبر او تساوي صفر اللي هي الفيرست 1، فمعناته انه probability الاي لازم يكون اقل او تساوي واحد. ليش؟ بما انه هذه اكبر او تساوي صفر يعني هذه ممكن تكون مثلا بوينت واحد، فواحد ناقص بوينت واحد بوينت تسعة. طيب اقل قيمه لهذه ايش؟ صفر، واحد ناقص صفر صفر، واحد ناقص صفر واحد،
فمعناته البروتيئة راح تكون واحد أو أقل من واحد، وهي أكيد أكبر من صفر. طيب نفس الحاجة باستخدام المسلمات، بدنا نثبت هذه المعادلة probability of A ناقص B، بدنا إياها تساوي، أو بدنا نثبتها بتساوي B A ناقص، تعالوا B A ناقص probability لل A ناقص probability A تقاطع ال B. خلينا نتطلع في فين دايجرام، في عندي A و B وفي عندي S، تمام. A ناقص B إيش معناته؟ العناصر اللي موجودة في A وغير موجودة في B، اللي هي السكن الفاتح اللي احنا شايفينه هون، وهي نفسها مين؟ A تقاطع البي كومبلمنت. ايش البي كومبلمنت؟ كل شيء خارج الدائرة الخضراء، كل شيء خارج الدائرة الخضراء، تمام. تخيلوا التقاطع بينها وبين A فهو نفسه A ناقص B، تمام. المنطقة السكن الغامق هذه اللي هي A تقاطع. طيب إذا A إيش بتساوي؟ هي عبارة عن A ناقص B اتحاد شيء A ناقص B، هذه هي السكن الفاتح، اتحاد A تقاطع B، هيها A بالأزرق. فإحنا لو عملنا اتحاد بين A ناقص B اتحاد A تقاطع ال B حيعطيني مين؟ A. طيب هل هدول جوينت ولا disjoint؟ disjoint، ما في بينهم تقاطع، اللي هم A تقاطع B و A ناقص B disjoint. إذا الـ probability تبع حدوث الأول زائد probability حدوث الثاني. إذا probability of A يساوي probability of A تقاطع B اتحاد A ناقص B زي ما احنا شايفين هون. إذا بنودي بنخلي probability of A على الطرف هذا، وبنودي هذه على الجهة الأخرى، بصير عندي probability of A ناقص B يساوي probability of A ناقص probability of A تقاطع البي. وهذه أصلا ممكن نثبتها بسهولة باستخدام فين دايجرام. طيب نيجي للاتحاد وهم في بينهم تقاطع. احنا أخذنا إذا ما كان في بينهم تقاطع بيكون probability of A اتحاد البي بيساوي probability of A زائد probability of B. طيب إذا كان في بينهم تقاطع ايش اللي بيصير عندي؟ طيب هلقيت هاي A تمام وهاي B، probability of A A اتحاد B بده يساوي probability حدوث ال A زائد probability حدوث ال B. ايش صار عندي؟ هذه المنطقة الانترسكشن انجمعت مرتين، هذه هي جزء من A وجزء من B، تمام. فأنا لما أقول probability of A الانترسكشن موجود زائد probability of B الانترسكشن برضو موجود، فكأنه انجمع مرتين. فاحنا بنعمل حاجة inclusion exclusion، inclusion بنخليه انجمع في probability of A وبنطرح منه مرة، يعني مش هو انجمع مرتين أنا لازم أجي منهم مرة، ولا بيصير عندي خلل في العملية الجمع هذه، فعشان هيك لازم أنا أطرح التقاطع بينهم مرة واحدة، تمام. حيصير كأني أنا بقول A مجموع ال A ناقص ناقص أو سوري زائد هذا ال probability، بالضبط أنا هيك بعمل A يعني probability A زائد B ناقص التقاطع، probability of B ناقص التقاطع اللي هي هذه المنطقة اللي احنا شايفينها هون. طيب لو كان عندي ثلاث مجموعات الاتحاد بينهم نفس الفكرة probability of A زائد B زائد C، بس ايش صار عندي؟ A هي مثلا هذه المنطقة هي موجودة في A وموجودة في C، فأنا لما أقول probability of A زائد probability of C كأنها انجمعت مرتين، فلازم أطرحها مرة، فهتلاقي انه احنا طرحينها مرة بالفعل. طيب A و B نفس الحاجة في المنطقة هذه، تمام، انطرحت او انجمعت مرتين فلازم اطرحها A و C. سوري وين A و C؟ لا A و B، سوري A و B هذه نفس الحاجة، عندي B و C هي المنطقة هذه، تمام، اللي هي B و C طرحتها، ايوه. طب ليش انا جمعت هذه؟ لقيت ايش انا عملت؟ انا لقيت الانترسكشن بين A و B مثلا اللي هي كل هذه المنطقة اللي هي هذه، صح؟ طيب وطرحتها هي اول طرحتها مرة صح، ورحت كمان مرة لما اجيت من هون طرحتها كمان مرة،
وكمان مرة طرحت من هال إيش صار عندي؟ صار عندي أنا التقاطع بين الثلاثة كأنه انطرح عندي، انجمع مرة تنتين ثلاثة، تمام، وانطرح مرة تنتين ثلاثة، صح؟ فكان بطل محسوب، فلازم أعمل حسابه زائد probability of A تقاطع البي تقاطع السي عشان أخذه بعين الاعتبار اللي هي المنطقة هذه، تمام. نكرر، أنا لما قلت probability of A زائد B زائد C طرحت أنا التقاطع بين A و B، وطرحت بين A و C، وطرحت بين B و C، بس عملية الطرح هذه أيضا طرحت مع الانترسكشن هذا اللي بين الثلاثة، فأنا رحت إيش عملت جمع عشان أعمل له inclusion في العملية، وهذه حنشوفها أكثر في مثال إن شاء الله لقدام شوي. طيب أيضا باستخدام الثيوريمز كيف بدنا نثبت أن probability of A لازم يكون أقل أو تساوي probability of B إذا كان A مجموعة جزئية من B؟ نفس الحاجة فين دايجرام، عندي A مجموعة جزئية من B، معناته A أو B تحتوي A أو A جزء من B، تمام، فمعناته إنه B ناقص A اللي هي المنطقة هذه هي العناصر الموجودة في غير موجودة في A، اتحاد A B ناقص A اتحاد A بعطيني B، B بتساوي B A زائد probability B ناقص A اللي هو الاتحاد، هما disjoint، تمام، probability of B ناقص A لازم تكون أكبر أو تساوي صفر، هذه لازم أكبر أو تساوي صفر، تمام، هذا معناته انه probability of B لازم تكون اكبر او تساوي probability of A. متى بتساوي؟ اذا كانت A تساوي B متساوية. طيب ناخذ على مثال او نكمل في المثال اللي حكينا فيه قبل شويه اللي هو تبع الكور. احنا حسبنا الـ A وحسبنا الـ B، الـ probability تبع الـ A والـ B. بدي اخذ انا مثال وافرجيكم ايش اهميه الاتحاد وليش احنا عمليه الطرح. probability of A اتحاد البي حسب القانون، انا بدي احل على القانون الان، probability of A زائد probability of B ناقص probability of A تقاطع probability of B. probability of A حسبناها 5 على 10، probability of B 3 على 10. طيب probability of A تقاطع البي ايش بيساوي؟ probability of A تقاطع البي تعالوا نطلع، A تقاطع البي هاي ال A وهي ال B، ايش فيهم متشابه؟ 3 و3 وتسعة، عنصرين 3 و9، ايش اللي probability تبعهم العنصرين؟ قلنا كل عنصر 1 على 10 زي ما حكينا في المثال السابق 2، معناته انا عندي probability of A تقاطع ال B 2 على 10، تمام، معناته احنا نيجي نطبق المعادلة 5 على 10 زائد 3 ناقص 2 على 10 بيطلع عندي 6 على 10. طيب انا ما بدي احل على طريق المعادلة، ما بديش، انا بدي اجي اقول على طول probability of A اتحاد ال B ايش بيساوي؟ انا قلنا عملية الاتحاد تديني مجموعة جديدة، ف A اتحاد ال B حيعطيني A اتحاد ال B، حنشوف ايش العناصر اللي موجودة هنا او موجودة هنا، فواحد موجود هان، يبقى واحد عنصر من المجموعة الجديدة، الثلاثة موجود هان وهان، بس احنا قلنا ما في تكرار في المجموعة فبناخذ منهم واحد، الخمسة هي موجود هان، السبعة والتسعة هاي بيطلع عندي عناصر الاتحاد اللي هي المجموعة هذه. طيب ايش البروبابيليتي هان مباشرة بدون قانون، وعندي 1 2 3 4 5 6 عناصر، ستة معناته 6 على 10 بدون القانون هذا، 6 على 10 مباشرة بدون القانون هذا. هنا بدي انا هنا اركز على شغلة، ليش انا عملت الطرح كمان مرة؟ احنا شفناها في الفين دايجرام، تمام، بدنا نشوفها. لقيت هنا يا اخوه لو اجينا حسبنا بروتي هنا 5 على 10 وهنا 3 على 10، بس هنا ايش محسوب عندي؟ في عندي الثلاثه والتسعه محسوب مرتين، حيكون يعني انا لو رحت بس قلت بروتي في اي زائد بي، فانا حجيب كانه حسبت الثلاثه هان والتسعه محسوبين هان، وكمان مره حسبت الثلاثه والتسعه هان، صح؟ فلو جمعت احنا حيطلع عندي 8 على 10. طيب لما اطرح انا منهم التقاطع، انا حطرح كاني طرحت من مثلا بي، خلاص من دي قمت انا الثلاثة على وقمت التسعة وخليت، خلاص ما انا بقول ما انا حسبتهم في ايه، هي اللي انا بعمله، تمام، خلاص انا بقول الثلاثة والتسعة بدقيمهم من بي، وخلاص انا اي حاجة موجودة في ايه وبي مع بعض، تمام، اللي هو الانترسكشن، خلاص انا بخليها في ايه، بحسبها مع ايه اللي هم 5 على 10، وباجي بشوف في بي ايش في حاجة جديدة في بي، الستة بس 1 على 10، عشان هيك بيطلع عندي 6 على 10، وهذا نفس المبدأ انا
تطبع 3 مجموعات 4 مجموعات نفس المبدأ. الآن عندنا المثال هذا، عندنا 3 event ABC، وهدول الثلاثة في السامبل سبيس أو اليونيفرسال سيت اس. وعندنا سبوز وي نو، احنا بنعرف انه اتحاد الاي مع البي مع السي بدوني اس، يعني ال3 مجموعات هذولا بكونوا الاس، تمام؟ البروبابيليتي لحدوث الايفنت اي بيساوي نص، البروبابيليتي لحدوث الايفنت بي بيساوي 2 على 3، والبروبابيليتي لاتحاد الاي مع البي بيساوي 5 على 6. بدنا نجاوب على الاسئله التاليه. قديش البروبابيليتي بتاعت الاي تقاطع البي؟ احنا بنعرف اخذنا قانون البروبابيليتي اي اتحاد البي بيساوي بروبابيليتي للاي زائد البروبابيليتي للبي ناقص التقاطع. طيب بروبابيليتي للاي بنعرفها نص، بروبابيليتي للبي 2 على 3، وبروبابيليتي للاتحاد بنعرفها 5 على 6. اذا بنقدر نحسب البروبابيليتي للتقاطع وبتساوي ثلث. طيب سؤال، هل الاي والبي والسي فورم ا بارتيشن اوف اس؟ هذا فرع بي. طبعا احنا عشان نذكر بارتيشن اوف اس ايش قلنا؟ انه شرطين، انه يكون اتحاد الستس هذول اي بي سي بكون اس، وهذا صحيح، هذا معطى اصلا. طيب الشرط الثاني انه تقاطع الاي مع البي فاي، والاي مع السي فاي، والبي مع السي فاي. هل هذا صحيح؟ لا مش صحيح، لانه انا عندي هنا البروبابيليتي للاي مع البي بيساوي ثلث، معناته انه التقاطع مش فاي، لو فاي كان هذه القيمه بتساوي صفر، تمام؟ ايوه، فاذا الثلاثه هذول لا مش بارتيشن، عشان اي تقاطع بي لا يساوي فاي. طيب ايش حساب probability السي event سي ناقص بين قوسين اي اتحاد البي؟ زي ما كيف بدنا نحسب هذه؟ على طول في حاجات زي هيك بنشوف على طول بنجيب مين؟ فين دايجرام. فين دايجرام عندي 3 event زي ما احنا شايفين اي بي سي، الثلاثة باكد هم الاس، يعني هي الاس هم الحدود اللي احنا شايفينها، هذا الاس اللي هو السامبل سبيس اللي عندنا، تمام؟ سي ناقص اي اتحاد البي، وين اي اتحاد البي؟ هذا هو اي اتحاد البي زي ما احنا شايفينه. طيب سي ناقص اي اتحاد البي ايش بعطينا؟ ايش العناصر الموجوده في سي ومش موجوده في عمليه الاتحاد المظلله بالاصفر؟ يعني كاني انا بدور على المنطقه هذه اللي بالاحمر. طيب انا اسال سؤال، مش احنا قلنا الثلاثه مع بعض هذول كلهم اس، مش هذه نفسها هي عبارة عن probability للأس ناقص بين قوسين A اتحاد البي؟ ليش؟ بلاش، خلينا نقول انه ايش probability S ناقص S اللي هو universal set ناقص A اتحاد البي، S هم كلهم ناقص AB، معناته العناصر نفسها هي المظلة بالأحمر، يعني هذه نفسها هي مكافئة C ناقص A اتحاد البي، هي نفسها سي اتحاد الاي اتحاد البي اللي هي هذه مين؟ هذه الاس، تمام؟ ناقص اي اتحاد البي اللي هي جايه هيها هذه، بس نقلينها احنا نقول هذه مين؟ زي ما انا حكيت اس ناقص اي اتحاد البي، تمام؟ طيب ايش هذا بيساوي؟ بروبابيلتي للاس ايش بيساوي؟ نعرفها بتساوي 1، او احنا هي هذه نفسها اس ناقص اي اتحاد البي هي نفسها اي اتحاد البي كومبلمنت، هي اي اتحاد البي كومبلمنت. ايش معنات اي اتحاد البي؟ كل حاجه خارج اي اتحاد البي. اذا البروبابيليتي للسي ناقص اي اتحاد البي بيساوي البروبابيليتي للاي اتحاد، هي البروبابيليتي متساويه، هنا احنا بس جبنا المجموعه، هنا البروبابيليتي حتساوي 1 ناقص اي اتحاد البي وهي سدس. هذا من وين جبناها؟ هذه احد الحاجات اللي اشتقناها، احنا قلنا البروبابيليتي للكومبلمنت بتساوي 1 ناقص البروبابيليتي للست زي ما احنا شايفين هون. اذا البروبابيليتي لهذا التيرم بتساوي سدس. طيب ناخذ مثال اخر، اذا كان بروبابيليتي سي تقاطع الاتحاد بيساوي 5 على 12، قديش بروبابيليتي للسي؟ نفس الحاجه على فين دايجرام، سي تقاطع الاتحاد، وين الاتحاد؟ الاصفر اللي هم الاي مع البي، اذا هذه هي المنطقه المظلله بالاصفر اللي هي التقاطع، هذه بقول لك بتساوي 5 على 12، قديش البروبابيليتي للسي؟
طب احنا قبل شوي مش حسبنا هذه المنطقة الحمراء في الفرع سي، واحنا عارفين هذه 5 على 12، بنجمع 5 على 12 زائد اللي هون اللي هي هذه اللي حسبناها احنا قبل شوي، سي ناقص اللي هي هذه زائد هذه قديني السي، هم ديس جوينت زي ما احنا شايفين ما في بينهم اي تقاطع، فالجمع هنا سفشن تو كالكوليت زي ما احنا هنا حكينا، بيطلع 5 على 12 زائد سدس بيطلع 7 على 12 للبروبابيليتي للسي. طيب ناخذ مثال اخر. المثال هذا في عندي A and B two events such that، عندي البروبابيليتي للA تساوي 0.4، البروبابيليتي للB 0.7، البروبابيليتي للA اتحاد البي بيساوي 0.9. تعال نشوفه في الفين دياجرام. البروبابيليتي للA 0.4 وللB 0.7 ولA اتحاد B 0.9. قديش بروبابيليتي A تقاطع الB؟ هنيجي على القانون اللي حلينا فيه قبل شوي، بروبابيليتي اتحاد A اتحاد البي بيساوي بروبابيليتي A زائد B ناقص التقاطع. احنا بنعرف المكونات هذه معطاة 0.9 هذه 0.7 0.4، اذا بروبابيليتي للتقاطع بيساوي 0.2. شايفين هي انا احنا هنا معلمين قايلين ان بروبابيليتي للتقاطع 0.2، هذه احنا حسبناها وهي الان موجوده على الرسم. طيب بروبابيليتي للA 0.4، طيب ال 0.2 في التقاطع اذا هنا قديش بضل؟ 0.2. نفس الفكره للبروبابيليتي للبي 0.7 هي 0.2 للتقاطع بضل قديش هنا؟ الباقي هذا نص. تمام. طيب الاس هذه بروبابيليتي الاي لحالها 0.4 وهذه 0.2 و0.2 0.4 0.5 0.9 قديش بضل برا؟ مش احنا قلنا الاس بروبابيليتي لها 1 0.2 زائد 0.2 زائد نص 0.9 بضل هذا اللي برا كله هي بروبابيليتي له 0.1، هذه يمكن نحتاجها بعد قليل. طيب بي بروبابيليتي للA كومبلمنت تقاطع الB، A كومبلمنت يعني كل حاجة خارج الA تمام تقاطع الB اللي هي هذه المنطقة. من هنا على طول من الفين دياجرام 0.5 بدون ما نحسبها 0.5، أو إذا بدنا نعملها بالقوانين هذه اللي اشتقناها في بداية أو في المحاضرة السابقة نفس الحاجة، بنقدر نشتق نمشي بنفس الخطوات أو على طول من فين دياجرام نقدر نحسبها مباشرة. طيب C probability A ناقص B، probability of A ناقص B معناته كل حاجة موجودة في A مش موجودة في B، نفس الفكرة اللي هي هذه المنطقة 0.2. طيب D probability find probability A complement كل حاجة برا ناقص بي، ناقص بي يعني كل حاجة موجودة برا الاي الكومبلمنت ناقص ومش موجودة في البي، كأني أنا بدي هذه المساحة. اللي هي هذه مين؟ اللي هي 0.1 اللي احنا حسبناها قبل شوية بالطريقة العادية، يعني خلينا نقول الطريقة البلدي تمام بالفين دياجرام مباشرة حسبنا، لكن لو بدنا نشتقها نقول الـ A كومبلمنت ناقص الـ B هي نفسها الـ A كومبلمنت تقاطع الـ B كومبلمنت، وهي هذه واضحة من فين دياجرام وبتمشي خطوات عادية أيضا، هذه كلها اشتقناها قبل هيك في الخطوات أو مباشرة فين دياجرام ممكن نحل مباشرة من فين دياجرام. طيب E find probability A complement تقاطع ال B. طيب نفس الحاجة ايش القانون هذا بقول B complement A complement عادي، A complement اعتبرها اي ست تمام زائد B complement ناقص التقاطع، كلهم هذول الترمز اللي هنحسبيهم احنا قبل B complement واحد ناقص هذا معروف زائد B ناقص هذه حسبناها قبل شوية بطلع عندي الناتج 0.8. F اخر فرع بنسيبه كسؤال بونص للي بيبعتوا اول طالب بيبعت هذا السؤال حله على الايميل، بيعطيكم العافيه. هيك ان شاء الله المحاضره الجايه حننتقل لسكشن جديد في شابتر 1. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.